الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رسولك قبطي قعانت معاذ من نبي قرب يجري حدود ساو قبطي وقال وحريا معاذ معاذو والله ألا وين أنك دارتي إني لا أحبك أرواك وشعلها نبي قو ودارتي إني بهدنك أدكي لام بكسي أدكي صدح قرب هذا الكلام نبي قدو شيء وحكسه الرس ندها يا معاذ وتنبيه وينين يدوشن هذا الكلام لوينين هي مر هذا انكم شعلها روحها تعشى محد يليسا وضو خير ما يليسا وحا اوو وانا كسند اكتب او شيغي رنت التابسيني اوصيك يا معاذ معاذ واكو درداد ما هي لا تدعنها كتجين في دبر كل صلاه صلاه كستغداشيدا تقول ان اتلاهدو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تنا كميدا مركه ميلها لسكو هاي ذكرياني ما صلاه غديهدا لا جلينيا مس سلام نقصي كديبا لا جلينيا سان هدي لو دين لها هم وحان اورن لهي وحو غلي لها صلاه غديهدا الا وا دعو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن دعوي لكن روايات بعدي النبي اورن جيري سلام نقصي كديب هكتغين ان اتراهدو اللهم اعني الله يوكالمه على ذكرك حسك هذا وشكرك شكري وانا هذا ان 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 كو شكريو نعمتي هذه سيسي الدنيا الدنيا اما اخره ان كابال كينو انا نكون جسر ابال لا وشكرك ان ان كو نعمه ان كان كشكريو ان كما هذيو الله وحكا يوكالميسا وحسن عبادتك وعبادتك النبي مدين وعبادتك بس حسن العبادة وشيء لقاه الله بس شيء الإخلاص والمتابعة الإخلاص والمتابعة الله بده هدان لقاه لين عبادة وانا اسم ما يجرتو إلهي أنا عابدو أتكو عابدو شيء أسقو تشديي كتابك عديي سنة وقادة دكتي أو ودر رسول خير الهدي هدي محمد المتابعة للربا وحان رسول ربي الشيخين هذا سكوضو حسن عبادة ما اللهم اعني الله يكلم على ذكرك حسك هذا وهذا بيت القصيد فضل ذكرك متاي وشكرك ان مهديون نعمين كذا اله وان كو مهديو وشكرك سواء ما انك عابدو ضاع الله اماده شكر وان صبر حك دعا افريو يا ادم با وحسن عبادتك يا عباده وناك ما الهك ويديست يوكلمه عبادة وناك يكلمه وعبادة إلهي درت اللولي ما دو إخلاص لقاه له وإله وجهك سأدو لك وبالتالي هذا إلهي أولك شيدنا نام محمد أتك قد ينيس لا بد هدي ويدو ويدو حسن عبادة ما يجرتو رواه داود بإسناد صحيح دعاء قيام بدأ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن صمر حديث كان صون وصور مري كان ورين صمر معاذ قال النبي حور إذا تشهد أحدكم متكين مركو أتحيات سدو فليستعد بالله إلها كما قالوا من أربع أفر أفر الرموت أفر مصيبة يا بلاي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إله وحان كما قال عذاب كالنار تجهنم كما قال ومن عذاب القبر حباش عذاب كذا كما قال ومن فتنة المحيا نولش فتنة ذي بلايوين كذا كما قال والممات جيردة فتنة ذا كما قالوا حلق عن ديمان أيو إله هاي فتنين أنا قلت سوشن وشيطان كل بر الله بحلي بو آدي يسي بأنا ودرن أول ربنا آدمك وحلق عن الله يسال بلوك صوت هذا هو يدا منك إذا كسر بحد أيو حلق عن نف بحي سو حلق عن دونك كسر بيرتو يحلق عن كتش قافين يسال دونك كتشي ذنيس لبلا سو ورب عن قاضها يا ويربان حيث قضاها انت بله كما انقش إلهي با وحول بك عنتك وهي ومن شر فتنة المسيح الدجال وحان قالوا إياه كما انقل فتنة مسيح الدجال شرك هذا شرك هذا معايا إلي وحول بو فتنة وفتنة الدنيا إلهي با كاغف لان مركض عسكته لكن مدى مصيبة وفتنة الدين تكاغش فتنة الدين تكاغش إذن مسيح الدجال في النيس هو في الدين عذاب القبر هو في الدين فتنة المحيا الدنيا أخرى ونقطة مماتكم هو في الدين كهرنا هو في الدين
marka hawsha u cusleyd oo dhanaba wuxuu ku dul wareejiyay afar ducaba fidna diina idbu ka dhigay waa mid u daran hayadoon koodu sabar wax walba ku dhaco masaayib adduunyaa ee ku khasaari maayo laakiin meeshad ku baabi waa marka diinta diinta laga asiibo rawahu muslim wa an ali radiyallahu ta'ala anhu qaal kana rasuulullah sallallahu alayhi wasallam رسولك لو حيدا قام إلى الصلاة صلاة مكو نبي يستاغي وتكنا يكون وحو من آخر ما يقول وحا أدن بي أويدا وحو أنجري بين التشهد التحيات كنت قد حيسي والتسليم سلام النقصي سلام النقصي مركو سورده وياي التحيات كنت نبي قد مايو كلمون يكو قلنج لو حاكمدها اللهم اغفر لي الله يدف ما قدمت وحان هر مريو الدنوبة وما أخرت وحي أن دم مريا قد الكلام دم بجهوري كيد دم بالله يدافع وياي وما أسررت وحي أن هوس أسمي دم بجان هوس يسر أسمي وما أعلنت وحي أن موجستين بنان يبرر كسمي يفجارو وما أسررت وحي أن كحد قد بي كو أن تراري وما أنت أعلم به مني يدم بجان يقال بدن تنوه المعيبة يا دم وقت يحبط ما ينتهي قلبا يسنكور قدم بق وما دم بنا الله يدافع أنت أذو أعلم مدو والبنات بها سجى مني أنا جو والبنات دنو بعد وقت أكتونا نوجين باب الجرب وحادو دم بمدو عند الله دم بك أجرا أنت المقدم الله الله وحر مريه أذون كباسية والدرجوين صار أذون كجية وأنت المؤخر أذا دب دقة هذا شيء صهر مريه هذا شيء دب دقة أسباب ونشيل بليه لا إله إلا أنت الله أنا ذيك أين مجرى حلو عابده رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر نبي قحوها كيب بذية أن يقول إنه إذا في الركوع الركوع سأكوي إذا هذا وسجودي سجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا الله نزهنا أنت هذا الله هفنا أنت عيبكه فانت وبحمدك ما هذا للقبه الله ما هذا بل يا عيبنا كه فانت عيبك صلين تايول اللهم اغفر لي الله يدم بداف الله يدم بداف وحول بها دم حي ياهي مهدب كان مدن ياهي إن أتكم مهديسو يكام مدن ياهي مصيبة كالصوحة تاكو قرد عدا أفر الرمو در طوطبا إلهي إن أتكم مهديسا أي لازم تاهي بعد السلف باسدا ورنجري مصيبة الدنيا كو قرد أفر الرمو در طوطبا إلهي إن أتكم مهديسا أي لازم تاهي ومصيبة الدنيا كو الدنيا ذا مصيبة كقول عضي هذا ميت كون الله أن كقول فن باكم هاتن دقبل وجوي هدي علاش لقى سوري ذا كور فربا كتشبطي هدي بيحدا دير لقى شمين لها كور الماء كادن تي أنتوا بهدي لقى قاد لها كور ومع الوداد لقى الراعيه هذا كان لقوق الدراس سؤاله ما أود مصيبة الدنيا هذا كقول عضي ee inta leeg mid ka weyn allah aan kugu asiibin ba mahatan labo musibada adduunyada mid diineed allah aan ka dhigin ba mahatan ila musibada adduunyada kugu dhacday hadii diinta laga gala gowr saddex musibada adduunyada kugu dhacay ilaahay sabr kugu irsaaqay ee ka ajirsii ba mahatan afar musibada adduunyada kugu dhacday allah ku waafajiyay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ba mahatan si walba loo ku mahatan yahay marka waxa weeyo wa bihamdika mahadaad anoo ku dheehan oo multalisan bihamdika mar walba taagantahay allahumma ighfirli muttafaqun alayhi